بدأت الآن تزداد بعض التسريبات، أما زلنا نتحدث فقط عن هذا الخبر المقتضب. مؤتمر صحفي في الواحدة ونصف بتوقيت القاهرة أنباء عن استهداف أيمن الظواهري بطيارة المسيرة في أفغانستان، هل هناك المزيد؟ نعم، حتى اللحظة لا تزال هذه هي المعلومات المتاحة. هناك الكثير من التكهنات حول ماهية المعلومات الإضافية التي من الممكن للرئيس الأمريكي أن يقدمها في المؤتمر الصحفي أو الكلمة التي سيلقيها على الهواء مباشرة بعد حوالي يعني ساعة و15 دقيقة من الآن. سيكون هناك الكثير من الترقب لهذه الكلمة هنا في الولايات المتحدة، وبشكل خاص لدى الدوائر الأمنية والدوائر السياسية التي ترغب بشكل كبير معرفة خلفيات هذه العملية وكيف جرت، والجهات التي ساعدت الولايات المتحدة في تنفيذ هذه العملية المهمة للغاية. وسيكون هناك الكثير من الأسئلة، ومن غير المعروف ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيتلقى أسئلة من الصحفيين أم سيلقي الخطاب دون تلقي أسئلة، ولكن حتى اللحظة الصورة الواضحة أنه سيكون هناك خطاب، ولكن لا توجد هناك معلومات كافية عن المعلومات أو البيانات التي سوف يدلي بها الرئيس الأمريكي جو بايدن. طيب سعادة السفير مسعود معلوف، الآن تسمعنا؟ الآن تسمعنا سعادة السفير؟ طيب سيد منير أديب، هل توافق على هذه التسريبات سيد منير؟ هل تعتقد بالفعل أن أيمن الظواهري الذي تبحث عنه الولايات المتحدة منذ 2011 والذي رصدت له مكافأة لمن يدلي بمعلومة واحدة عنه 25 مليون دولار كان في نهاية المطاف يختبئ في كابول العاصمة؟ طيب أنت أيضا لا تسمعنا سيد منير، أعود إليك سهيل، هل ترددت لديك أو لدى الأوساط الصحفية الأمريكية أي أنباء عن مكان اختباء الظواهري قبل مقتله سهيل؟ لأن هناك من يتحدث عن كابول العاصمة. نعم، هناك معلومات غير مؤكدة أنه كان في العاصمة الأفغانية كابول. تشير بعض التسريبات الصحفية غير المؤكدة أنه بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في شهر أغسطس الماضي من العام الماضي، عاد الرئيس أو زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري إلى العاصمة الأفغانية من مكان اختبائه، وهو يتواجد وسط يعني في مكان ما في وسط العاصمة كابل الأفغانية، محتميا بوجوده وسط المدنيين. ولذلك كانت هذه كلها تسريبات، ولكن يعني قد يكون هناك معلومات أكثر سوف يدلي بها الرئيس الأمريكي حول نوع المبنى الذي تم استهدافه، وهل هو كان مبنى سكني أم كان هناك يعني أهداف أخرى مستهدفة داخل هذا المبنى الذي تم استهدافه من قبل المسيرة الأمريكية التي أجرت هذه الغارة مساء الأحد. يعني الكثير من المعلومات لا تزال غير مؤكدة. نحن الآن في فترة تكهنات وافتراضات. المحللون العسكريون والسياسيون يعني على كل الشاشات الأمريكية الآن يتحدثون عن مغزى هذه العملية وتوقيتها، وعن ما هي انعكاساتها المستقبلية. هل يجب على الولايات المتحدة أن تكون أكثر حذرا من عمليات انتقامية على سبيل المثال؟ هل سيكون على الولايات المتحدة أن تكون حذرة في دول معينة أو في مناطق معينة حول العالم؟ هل سيتم استهداف المصالح الأمريكية انتقاما لهذه العملية؟ كل هذه أشياء سوف تكون محل نقاش معمق هنا في الولايات المتحدة، وذلك
بعد الاطلاع على المعلومات والبيانات التي سيدلي بها الرئيس الأمريكي بعد قليل. ولكن يعني أعيد للتذكير أن هذا بالنسبة للرئيس بايدن هذا يعتبر نصر داخلي ونصر خارجي على الصعيد الدولي، وخاصة في هذا التوقيت الذي يشعر فيه الشعب الأمريكي والعالم بشكل عام يشعرون بشكل كبير بنوع من الإحباط جراء التضخم وارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية والحرب في أوكرانيا. والآن كان الأمريكيون يتوقون لسماع خبر يجعلهم يشعرون أن هناك انتصار يتحقق وهناك شيء إيجابي يحصل وأن بلادهم ستصبح أكثر أمنا واستقرارا، وسيكون هذا الخبر هو ما ينتظره الكثير من الأمريكيين. كما ذكرت مسبقا تنظيم القاعدة مرتبط ارتباطا كبيرا بهجمات 11 من سبتمبر على نيويورك وعلى أرلينغتون حيث مقر البنتاغون والآلاف الذين سقطوا ضحايا في هذه الهجمات، وبالتالي الأمريكيون يشعرون بمرارة كبيرة من هذه الهجمات التي تعتبر هجمات غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة، وبالتالي فإن أي هجوم يرد على هذه الهجمات التي جرت عام 2001 يعتبر شيئا إيجابيا يسعد الشعب الأمريكي بشكل غير مسبوق.